بسم الله الرحمن الرحيم، أهلا بالكرام إخواننا المهندسين والمهتمين بالشؤون الزراعية. أهلا وسهلا بحضراتكم. الطماطم بتاعتنا يا جماعة، بعد ما شتلنا الطماطم بتاعتنا وقمنا على اليوم الثاني أو الثالث حقنا المبيض الفطري بتاع الجذور، إن كان بتاع عفن الجذور، إن كان يونيفورم ماشي، إن كان منقط ماشي، روزليكس ماشي، إن كان ميكسيم ماشي، تشجارين ماشي، اللي موجود عند حضرتك ماشي مفيش مشكلة. لو العملية تعبانة خالص مفيش أي مشكلة، يعني من 2 كيلو كبريت مكروني يا أخي، يعني موجودين في أي حتة بخمسة جنيه ولا تلاقيه باتنين ريال، تمام. اشتريهم وحطهم للزرع بتاعك وإن شاء الله ربنا يسترها بإذن الله تعالى، تمام. طيب بعد كده على اليوم الخامس يا جماعة احنا مهيئين ان احنا نسمد. شايف النبات ابتدى يتطور ويبقى فيه شغل جديد خالص، ونعرف ان هو شغل جديد منين. شايف لو خلعنا النبات ده يا جماعه هنلاقي فيه ايه؟ شايف الجذور البيضه اللي طالعه دي جديد؟ شايف دي الجذور البيضه اللي طالعه جديد دي اهي؟ الجذور البيضه دي يا جماعه دليل ان هي ابتدت تشتغل. ليه؟ الجذور البيضه دي مش هي اللي احنا حاطينها بالبيتموس، لا، ديت الجذور البيضه اللي ابتدت تطلع جديده اهي على كامل النبات. هي تبتدي على بتعمل الجذور بتاعه النبات، ابتدت تسيب المكعب بتاع البيتموس خالص اللي هو جاي في الصينيه، وابتدت تطلع بيضه زي الشهد تمام التمام، ما فيهاش اي مشكله اهي، تمام. انا خساره ان انا قلعت النبات، بس مش خساره فيكم، معلش، هيشتغل تاني، تمام. شايف ابتدى بينا بقى نشتغل تاني اهوت من فوق اهو، الحته الرمله ديت اللي محصله الرمل ابتدت تشتغل. معنى كده ايه يا جماعه؟ معنى كده النبات بتاعي اشتغل. طيب النبات بتاعي اشتغل بقى على اليوم الخامس تمام التمام، انا مهيئ ان انا اسمد. مش كده وبس، ده انا مهيئ كمان ان في عمليه زراعيه اذا ما عملتهاش اعتبر سابك، فاتك نص عمرك اللي ما شفت مصر، فاتك نص عمرك يا اللي ما شفت مصر، من الاخر خالص يعني، تمام. خد بالك من الحته دي كويس يا جميل، وركز ركز ركز ركز. اذا ما عملتش العمليه دي هي لا عايزه طياره ميراج 2000 ولا عايزه اي حاجه. السلاح بتاعها حته الشوكه الغلبانه ديت، حته الماسوره ديت، اعتقد انك بتشوطها في البيت يمكن 500 مره في اليوم، هي ديت مع حته سلك 2 لينيا 5 لينيا اهون، لحمناه ببن بنطة لحم هنا وبنطة لحم هنا وعوجنا. دي بتعمل ايه؟ بتعمل لي عملية الخربشة بقى اللي حضرتك شايفها دهيا. يا انا عملنا عملية الخربشة. عملية الخربشة دي بقى ديت المفعول السحري. لو ما عملتش الخربشة يا ريت ما تسمعش الفيديوهات ده هي التاني، لان انا ايه هزعل منك جامد، والله هزعل منك، هزعل منك جامد. اتقي الله في الزرع بتاعك، واتقي الله في قوتك وقوت عيالك، بالله عليك لازم تعمل عملية الخربشة ده هي. عملية الخربشة دي بتعمل لي ايه؟ شايف يا جميل بصمة الاصابع بتاعت العامل ديت ساعة ما كان بيشتل، شايف بصمة الاصابع ديت؟ شايفها؟ شايفها كويس؟ انا عايز اهد بصمة الاصابع ديت تمام، والحفرة اللي هي نازلة لتحت دي انا عايز اهدها خالص كده واخربش جنب النبات بتاعي، اعمل عملية تهوية للتربة. لا شك يا جميل ان التربة بعد انت ما بعد ما شتلت والعمال بتفرد الخراطيم داست، واللي بيوزع الشتلات داس، واللي بيشتل داس، والعامل المهمل داس على المصطبة، فعمل عملية كومبيكيشن أو تضاغط للتربة. فببدأ أنا بقى إيه أظبط حالي كده أهو، وببدأ أعمل لها عملية الخربشة. الخربشة دي المفعول السحري. قبل الخربشة بيوم بعمل إيه؟ قبل الخربشة بيوم بروي الأرض تمام، بروي الأرض بتاعتي تمام، وقبل الخربشة بيوم بروي الأرض بتاعتي، ويوم الخربشة ما برويش خالص، ببدأ أخربش الزرع بتاعي. وبعد ما خربش، بعد ما خربش يا ريت أصوم يوم أو يومين، الجدر هتلاقيه بيجري والنبات ازرق معاك، ويا ريت كمان في اليوم اللي ما فيهوش اللي هو بعد الخربشة ترش لي، يا ريت يا ريت يعني تبقى محترم قوي لو رشت لي رشة 20-20 مع أحماض أمينية من مصدر محترم تمام، لاتنين كوكتيل مع بعض، وتغسل لي الزرع بيهم، هتلاقي تغير كامل، تغير كامل 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 في النبات، وتلاقي تطور النبات اليوم بتاعه بثلاث أيام حتى لو كنت في الشتاء. شوف أنا بقول لك إيه، حتى لو كنت في الشتاء أهو.
تمام. عملية بالله عليك، بالله عليك خلي يعني شايف احنا كده بنهوي الجدر وبنهوي التربة جنب الجدر وبنردم حوالين النبات. العملية دي مهمة جدا جدا يا جماعة، وقلت لك فاتك نص عمرك اللي ما شفت مصر. لو ما عملتش البتاع عملية الخربشة يا ريت ما تكلمنيش تاني بالله عليك، لأن هزعل 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 جامد والله. هي حاجة يعني بسيطة جدا، حداد يعملها لك باتنين نكلة. تمام، شايف شايف الأرض، شايف فراولة فراولة، شايف الزرع، شايف. بالله عليك لازم تعمل لي العملية دي. شايف الفطريات اللي نامية الخضرة دي، أنا عايز أشيلها أتخلص منها لأنها بتعمل لي إعاقة للتنفس بتاعت الجذور بتاع النبات. تمام، شيلها لي خالص. الجذور دي اهو، ها وشكرا على كده، مش عايز منك اكتر من كده. تمام، شايف النبات قبل الخربشه اهو، شايف بقى بعد الخربشه، شايف. يا ريت بقى نسيب التربه بقى تجف شويه بعد الخربشه بيوم او يومين على قد ما تتحمل صيام، ماشي. ونبدا بقى ايه برنامج التسميد بتاعنا، هتلاقي الدنيا معاك زي الفل. لما بردم على النبات كده بيطلع جذور عرضيه بتساعد لي في الامتصاص، بتساعد في تطور النبات. ده 5 ايام. يا ريت ما تنقلش الشتله بتاعتك كبيره، الشتله بتاعتك انقلها صغيره. ليه؟ لان انت لما بتشيلها من الصينيه بتكسرها، ولو انسان كبير اتكسر ممكن يقعد سنه عشان ما يكبر، اما لو طفل صغير اتكسر ممكن في 15 20 يوم يصحى ويبقى زي الفل. ده المختصر المفيد، وبشبهها لك فلاحي خالص. تمام، فانقل شتلتك صغيره، بالله عليك انقل شتلتك صغيره، اوعى تنقل الشتله الكبيره ولا تفرح بالشتله الكبيره، اوعى بتاع المشتل اللي غشك. تمام، شكرا لحضراتكم، اتمنى ان تكون العمليه الزراعيه دي عجبتكم. اللي عايز اي عمليه يتكلم واصورها لك فورا باذن الله تعالى، بس اهم شيء تتقي ربنا اهم شيء تتقي ربنا وتقدر المجهود اللي احنا بنبذله عشان ربنا سبحانه وتعالى ياخد بايدك وتطلع انتاج محترم. اوكي.